والله يا ابو منزل قلبي من العجور منجور، بس شو بدنا نساوي؟ بدنا نتحمل. عم عصام اهلين. عم يا ابو حاتم امتى طلع؟ امبارح. ايه دغري طلعني هذا ابو بطيخ. ايه شو بده؟ شو بيعرفني؟ لك حتى هدول السؤالين بده يسالني اياهم ما سالني اياهم. ايوه ايه بس المهم عمي انه ابو ظافر هو اللي طلعني. لا ابو ظافر؟ ايه ايوه. وين ابوك؟ طلع مشوار وراجع. بس يرجع على خليجي اللي عندي عاوزه. ايه تكرم عمي. السلام عليكم. وعليكم السلام. والله الحمد لله على السلامة يا عبدو. الله يسلمك يا شيخي ويخلينا اياك. الله يرضى عليك. المرة الجاية فتح لي عيونك اللي ورا راسك مو بس اللي قدام. ليش في عيون ورا راس يا اخي؟ لكن هلا الواحد بيشم ريحة اللي بيكرهه مثل ما بيشم ريحة اللي بيحبه. لك شو شايف لي ذيب قدامك انا؟ والله شخشبت لي عقلي. يا موسى شرفت. اهلين عبد الحمدي على السلامة. الله يسلمك ابو شوكة. اهلين شيخ فهمي. اهلين عصام. فوت شيخي فوت فوت خلينا نحلق لك فوت. لا لا دخيلك شعراتي هيك ماشي حالهم. بلاش شيخي بلاش. لك عصام شو هالعادة اللي عندك؟ ليش بتكرك علي؟ تعال 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 بارك فيك. هاي بدنا نحبه شيخي. شرف شرف شرف.